حال السلف مع القرآن قدمت القرآن قارئ الله سنة سرعت حال السلف الصالح رضوان الله عليهم تركوا حفظ القرآن سلف القرآن شمدوا وجنك الله تحكوا مازن صوتان هل قرأوا القرآن بلا تدبر ولا عمل ويس قرآن انكرت زنبلو يا ساس تنتنو سايس ربت اوقف اوقف قم انت الاثنين هاي نعم قلتنا تقوم يتبالتو نعم هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن أنت نعم هل السلف الصالح حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل لا ماذا صنع السلف الصالح في كل يوم يحفظ 10 آيات أقل شيء نعم سالفوش قدمت عبوش بكاللالو بكال أسرانكت يحفظاللو كسرى جارة إذا كنت على طريقة السلف الصالح لابد أن يكون لك حفظ يومي عند سالفوش قزور نقوز اللنكالنا بيكانو من حفظه لنوار يقدر لابد ومطالعة في تفسير مختصر لا تطالع المطولات من التفسير لا تفسير دمو كأت أتروت مجمرا لبن رجع جم مقبات لبن مثل تفسير ابن سعد رحمه الله تفسير مختصر يا شخص سعدي تفسيرني مثل اضطر على مبرايا يلو بطعم قلاج يعني لا تطالع القرطبي الطبري لا تفسير الطبري تفسير القرطبي أسفل لاجي أدلم لمستالي أسفل لاجي أدلم سيبالا يسفل لك مالك أدلم أي أزمال الآن طالع المختصرات مجملا تهتر وجمر تنتهي من المختصر ترتقي إلى المطولات إن شاء الله تنشو عن كترس ودى ولتنى ودى رجات الشاقر ودى قرطبي حفظ يومي يكن تمرت من وسداتشو تنظر في تفسير هذه الآيات من تفسير مختصر أتأثر على قوتهم يفسروا كتابك لفوست تستعين بالله على العمل كذاب على دمه ودسرا ودتكبر لتعذراته لتكبراته وبهذا يكون لديك علم وعمل بندزي هالو هيدت كارنا أوقاتنا مسرات الساكة لنا لكنا أولنا حجنا سؤال يعني. بعض الناس يقول انه على طريقة السلف كافل ساوني يا سلف وش من قرنين لا تقرأ الفاتحة فاتحة تقرأ لها انت لابد يقرأ الفاتحة هل يوجد مسلم لا يقرأ الفاتحة او يقرأ الفاتحة يقرأ تسأل عنها لا يدري عنها شيئا نقل قل من دلنا وترقومه بلا ستأيكا وترقومونا ستأيكا مالك يوم الدين يقول ما معنى يوم الدين مالك يوم الدين إلى اللي ترقوم من دنو مالك يوم الدين ستلو يقول لا أدري على وقوم مرش ويقول أنا على طريقة السلف إن شيء قم بسلف وش من قرن نجلع هذا كذاب سراو يا استواب بلو قلب سلف وش من قرن تقرأ إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر لا إن شانئك هو الأبتر يمي تقول له ما معنى شانئك من دنا وشاني أكيا لو ترقوم بلا ستة يكاو يقول لا أدري ما ني على وقوم ترقوم شاني أكمل وبعد هذا يقول أنا على طريقة السلف نجاقرني بس سلف وش من قرني لا هي سؤال الله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله ملاك تنيا الله سبحانه وتعالى تماتم هجر القرآن ما كملت أنا عارف بس أنا ترجمها هجر القرآن كيف يكون؟ أنا وقم وشكو إهن القرآن يتتوانا قرار قوي عزوت بلو يا الله ملاك تنيا لا الله سموتا تشونا كرّو فعلم توالت لست تكفل هجر لقراءة القرآن قرآن ما هاجر بلو مالت عن دنيا تلاوة القرآن المتو وهاجر للحفظ ما حفظ المتو وهاجر للتدبر ما استنتنون متو وهجر للعمل ما سرعتون متو وهجر للتداوي بالقرآن
በቁርአን ላይ ፈውስ ሲያመው በቁርአን ላይ ፈውስ መፈለግን መተው اذا لم نفهم كلام رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى قالاتك تلاوقنا ماذا نفهم من انه من الركوع اذا لابد نعتني بهذا القران سلاذي بالقران لا تكرت الانسان يجبنا كما اعتنى السلف سلفات بس انت عينات نو تكرت يسطو حفظ يومي بكان نحفظ وقت يكان يك بروجرام مذاكره ونظر في تفسير القران يوميا بالقران لي اسفرساتهم يتواصوا يتتواصوا بكان بكان يوميا تستعين بالله العمل اندغنا دمو ودا سرا دمو غبطوا بسرا دمو يتتاغزوا وسهل جدا في هذه الايام تستطيع بهذه الاجهزه ان تجعل الشيخ ابن سعد رحمه الله يقرا عليك التفسير يوجد تفسير صوتي للقران بهذه مساريا اجاتنا بالله يا شيخ سعد تفسير زاري يغنى درنو تمشي تسمع سوره ترجع تسمع سوره بعد فتره تجد القران كاملا قد سمعته من ابن سعد رحمه الله تعالى شيخ سعدين باتاغنياچو كذي كاجهزاو كمساريو كموبايلو تغاغم كادامت خلق قربه اندادامت هي حال تتقامي تهونال تقرت والله عيب عيب علينا اننا عندنا لوحه هنا مثلا يقول هذا مسجد اهل السنه وهذا مسجد اهل الباطل مثلا ما الفرق هؤلاء يحفظ القران هؤلاء يحفظ القران ما الفرق الفرق لابد ان يكون في التدبر والعمل تلك نورناو يا سلفي يا مسجد تابلو كذا دم اندغنا يا صوفي مسجد تابلو باوقت بدرجه سيمتا انذي ما يوقو سلفيوچ ما يوقو مهون تلك عيبنا يا سلفي مسجد برو مالك يا واقي مسجد مالتنا لابد ان نكون حقا على طريقه السلف بحقيقة بسرفش من قبل النقواز يقدر لنا نعم